مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلادي. انطلق الموسم الجديد بالنسبة لكل فئات الجالية المغربية بالخارج، وانطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج الخاصة بأفراد الجالية المغربية في كل القطاعات. نخصص هذه الحلقة لانطلاق الموسم الفني لمبدعين بالمهجر، ولعل أهم عمل إبداعي هي سهرة عيد الفطر التي عرفت مشاركة فنانين بهولندا في أمسية فنية بثت مباشرة على القنوات الهولندية، وعرفت مشاركة المجموعة الموسيقية الملكية الهولندية. هولندا بلد المليون مسلم، بلد يعد نموذجا على المستوى الأوروبي من حيث القوانين الضامنة لحقوق المهاجرين واندماجهم داخل المجتمع. بالرغم من ذلك، عاشت هولندا خلال السنوات الأخيرة مدا وجزرا بين التسامح مع الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة العداء ضدهم بإعاز من اليمين المتطرف. لمواجهة هذا التيار العنصري قامت عدة فعاليات جمعوية بدعم من الحكومة الهولندية لتنظيم عدة أنشطة للتعريف بالإسلام والمسلمين. للإشارة، فإن الجالية المغربية تعد ثاني جالية مسلمة بهذا البلد بعد الجالية التركية، إذ يقدر عدد المغاربة بنحو 300 ألف نسمة. وفي تحرك متواصل للجالية للتعايش والتعرف على الآخر والتعريف بالمسلمين خاصة في المناسبات الدينية، كانت بادرة الاحتفاء بعيد الفطر بالقاعة الملكية في العاصمة أمستردام بحضور المغاربة وغيرهم من المقيمين المسلمين إلى جانب الهولنديين. كان الاحتفال في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم نقل الحفل مباشرة على التلفزيون الوطني الهولندي. برنامج بلادي حضر الاستعدادات الأولية من تمارين التقديم والإلقاء إلى جانب البروفات الخاصة بالمجموعة الغنائية. والنموذج هنا مع مجموعة القصبة التي تمرنت إلى جانب الأوركسترا الملكي الهولندي على عدد من الأغاني المقترحة لها في حفل عيد الفطر. مجموعة القصبة تم اختيارها ضمن المشاركين في هذا الحفل الوطني على اعتبار أنها ذات صيت داخل وخارج هولندا. ومعلوم أن المجموعة مكونة من موسيقيين مغاربة وهولنديين يستلهمون أعمالهم من خلال التنوع الثقافي الذي يمثلونه. احنا اليوم نتواجدوا بأمستردام في مسرح كونسيرت خباو اللي فيه اليوم إن شاء الله المبادرة اللي داروها لمجموعة من المغاربة ومجموعة من الهولنديين، وتعتبر أول عيد كعيد وطني، وهو عيد الفطر. بغاو باش هذا العام ان شاء الله يكون كعيد وطني عيد الفطر المجيد. اذا ان شاء الله وبهذه المناسبه كان اقتراح نتاع القصر، بغاو باش ان شاء الله هذا العام يشوفوا الاوركستر رويال الاوركستر الملكي وميتروبول ديال هولندا، باش يشوفوا مغاربه وفنانين مغاربه يشوفوا واش يقدروا يديروا مع شي اغنيه جميعا. وش اللي درنا ان شاء الله، درنا تدريب، دربنا شويه معهم احنا وبعض المجموعه من الفنانين المغاربه كتيما كميمون ممثل وعيسى كفنانين اخرين. وبهذه المناسبه ان شاء الله غادي يكون النقل مباشر في التلفزه الهولنديه. ان شاء الله نتمنى باش كلشي المغاربه غادي يشوفوها في اللي موجودين هنا في خارج معنا. كيفاش اختاروا مجموعه قصبه باش تكون في هذه المناسبه؟ بدأوا الحاجة نهني فريق وخانا عضو من الفريق، لأنهم لأن كلاسينا أحسن مجموعة في الموسيقى العالمية هنا في هولندا في سنة 2010، أحسن مجموعة في الموسيقى العالمية. لذلك كنا مشينا في مع مجمعيات هولندية، مشينا المكسيكو، مشينا لألمانيا، مشينا لفرنسا، مشينا درنا تورني جميع مع الهولنديين. هذاك هو اللي جعلهم شافوا لي كاباسيتي، القدره ديال مجموعه خصبه باللي عندها فاسيون باش تندمج مع موسيقات اخرى، ولهذا اختاروا باش نكونوا ان شاء الله. ونزيدوا نذكروا الجمهور المغربي بان كانت مجموعه خصبه سبق لها غنات في زفاف الامير تاع هولندا الكسندر مع ماكسيما، كان اول جروب عربي ومغربي هزين الرايد المغربي ديالنا.
وبزاف ليزيفيرمون اخرين اللي شاركنا فيهم اللي جعلوا فرضنا شويه فرضنا الشخصيه ديالنا على الساحه الفنيه. لهذا الاوركست متروبول كان رويال متروبول اختار مجموعه خصبه لان شاف 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 فينا الضل كما يقدروا يلعبوا مع مجموعه كان. صدى مجموعة القصبة ذاع أكثر بعد مشاركتها في زفاف الأمير ألكسندر سنة 2002. الحفل تم بثه مباشرة على الهواء بالقنوات التلفزية لـ 64 بلدا، فكانت الانطلاقة الحقيقية للمجموعة التي اكتسبت ثقة الجمهور داخل وخارج هولندا، فباتت تشارك في عدة مهرجانات دولية وتقوم بجولات فنية. وهكذا كانت سنة 2010 حافلة في مسار مجموعة القصبة من حيث الأنشطة الفنية وكذا من حيث التتويج. مجموعة القصبة هي ثمرة لقاء عدد من الفنانين المغاربة والهولنديين، وبالتالي فهي مكونة من تأثيرات موسيقية مختلفة مما جعلها قوية بتنوعها الموسيقي والثقافي، فهي تتميز بأسلوبها الذي يميل إلى المزج بين الفولكلور المغربي وموسيقى العالم. مجموعة القصبة نموذج للتعايش الفني بين كل الأصناف الموسيقية ومثال للإبداع بين كل الألوان الفنية وإن تباعدت جغرافيا. مشاركة مجموعة القصبة في هذا الحفل كانت بتقديم عدد من الأغاني الناجحة، وقد راعت المجموعة اختيار الأنغام الملائمة لكي يتمكن الأوركسترا الملكي من عزفها بشكل جيد، على اعتبار أن بعض الأنغام الشعبية يستعصي على غير العارف بها أن يقدمها بشكلها الصحيح. فكانت فترة التمارين أساسية لكي تستطيع مجموعة القصبة أن تنسجم مع أعضاء الأوركسترا الملكي، والتي تعد من أعرق الفرق الهولندية التي تضم عازفين من شتى بقاع العالم. المغاربه كلشي كيعرفوا بلي الفن المغربي غني كثيرا، فيه بزاف الانواع الموسيقى، في الشعبي، فيها الرقاده، فيها حنا كيفاش اختارينا هذه الاغنيه؟ حنا اختارينا اغنيه سهله بالنسبه باش ما نكونوش عاود غوفمون. كنا غادي نديروا بمناسبه هذا العيد اغنيه تاع زورونا تذكروا فيها الاولياء والرسول صلى الله عليه وسلم بزاف، ولكن فيها واحد الريتم شويه صعيب بالنسبه واخا اوركست بارك الله، لكن الشعبي المغربي ذاك السي سويت الماروكان هذاك هو باش نمتازوا حنا. هذا المشكل اللي عندهم تاهم ما قدرولوش، الكسكس قدروا يصاوبوه ولكن هذا الريتم ما قدروش في السي سويت. دونك حنا بغينا نسهلوا اليوم، درنا اغنيه سهله ما بين جمع ما بين الرقاده ما بين الراي ما بين الجاز ما بين دونك انفيزيون دو ريتم اختاريناها باش هما تجيو مساهلين. لو فيغ فيغ 4 4 راه سي توجور بالنسبه للاوركست كيما كان اوركست ولا اوروبي العجم وال 4 4 يمشي معاهم يعني ماشي مشكل. اضافه اخرى هذا الجروب هذا عندهم تا هما عندهم بزاف جنسيات، هما 63 موسيقي يعني عندهم بزاف جنسيات، دونك ما غاديش شويه صعيب باش فاسيلمون تخدم معاهم.